اهلا بكم في فيديو جديد من قناه فهد عضلات. قبل ما نبدا الفيديو حابب اعرفكم ان انا في عندي قناه تانية للالعاب اسمها قناه تفجير وتدمير، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن، اشترك وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا يا جماعه انتوا عارفين محمد رمضان نزل اغنيه جميله جدا اللي هي اغنيه مافيا مافيا. بصراحه يا جماعه من اعجابي في الاغنيه انا حفظتها صم وهسمعها لكم. لو تفتكروا قبل كده انا كنت برضو حفظت بسيتو صم وسمعتها لكم لو تفتكروا يعني الفيديو ده. تعالوا كده نشوف الابداع بقى بتاعي في اغنية محمد رمضان. مافيا 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 صدق مافيا 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 انا بتاعك ليه الصراحة يا جماعة. استنى افتكر الاغنية، يا لهوي تحكي نسيتني الاغنية يا لهوي. ايه كان بيقول ايه؟ اصل انا يعني بصوا يا جماعة يعني انا طالما قلت لكم اسمعها بدون مونتاج يعني لازم مش هقدر اضحك عليكم، يعني طالما بدون مونتاج لازم بدون مونتاج، مش هينفع ان انا اروح اراجع الاغنية واجي اكمل واقوم ملزق الفيديوهين في بعض. لا لا مش هينفع، انا مش هضحك عليكم، انا راجل عندي ضمير في فيديوهاتي، عندي ضمير في فيديوهاتي، انا مش هضحك عليكم. طيب مش عارف استنى بس افتكر بس هو كان بيقول ايه بعد كده. مافيا 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 معلش يا جماعة، أصل أنا منظري بيضحكني أوي في الكاميرا فمش قادر أكمل الأغنية. استنى أما نفتكر كان بيقول إيه تاني. أنا قلت طين النهاردة. استنى يا جماعة أنا خايف أخذلكوا بصراحة. طيب كان بيقول إيه؟ ما بخافش من حد ولا عمري هجيش، وأي حد هيواجهني هاخد وش مادام على مادام على الحق هاخد حقي. معلش إيه تاني بعد كده؟ ولو مش فايق يلا روح اعمل ريفريش. مافيا 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 انا مافيا 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 مش عارف انا شبه مش عارف حاسس يعني انا قالب على ياباني كده ليه؟ شكلي غريب جدا جدا يا جماعه. بصوا يا جماعه طبعا احنا عملنا واحده يمين واحده شمال، استنوا كده احنا عملنا واحده يمين واحده شمال حبه بقى فوق. مافيا 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 واحده ورا مافيا انا كده بصطاد. مافيا 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 انا مافيا يا ساتر يا رب الحاجات كانت هتقع. سوري سوري يا جماعه سوري سوري انا اسف. انا مافيا 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 انا عضلات 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 بقول لكم انا نسيت الاغنيه يا جماعه بصراحه انا محرج منكم بس نسيتها. هي اغنيه جميله وبسمعها كتير بس قعدت احفظ فيها وللاسف. والفيديو زي ما قلت لكم لازم يكون بدون مونتاج فمعلش بقى تتعوض في اغنيه ثانيه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني ان اطور المحتوى بتاعي عشان القناه بتاعتي تكبر اسرع واسرع. وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجايه لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم والى لقاء اخر في فيديو جديد.